أتساءل كيف للفرح والخوف أن يجتمعان في آن واحد، حيث من المفترض أن تكون اللحظات التي يجتمع بها الأحبة والأصدقاء بقلوب تملأها البهجة خالية من صدى العيارات النارية المخيفة التي تطفو على سطح تلك اللحظات الفرحة فتحولها إلى كابوس. لكن للأسف لا حياة لمن تنادي. أما عن آخر هذه الحوادث وأشهرها كان ما شاركه الفنان وائل جسار مع متابعيه بعد أن نجا من رصاصة طائشة كادت أن تودي بحياته، إذ نشر فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام يشرح فيه الحادث الذي تعرض له أثناء تواجده في الإبقاع لزيارة والديه قائلاً: سقطت رصاصة طائشة من حفل زفاف بالقرب من المنزل، وكان من الممكن أن تصيبني أنا أو والدتي أو شقيقي أو زوجتي. واستغل جسار الحادث ليشارك متابعيه خطر هذه العادة، داعياً الجميع للتخلي عنها والاحتفال بالفرح من دون تحويله سبباً لموت شخص آخر. دعونا نشاهد الفيديو الذي نشره الفنان وائل جسار. يا جماعة، أول شيء يعطيكم العافية. امبارح أنا طلعت على منطقة البقاع، منطقتي، لزور الوالد والوالدة. قعدنا برا على السطيحة بالجنينة، وكان في عرس، وبالتالي بتعرفوا انتو كلنا صرنا بنعرف الابتهاج تبع العرس هو انه يضربوا رصاص بقوصه. هيدي الرصاصة اللي شايفينها كانت يا قتلتني يا قتلت الوالدة يا قتلت مدامتي يا قتلت خيي. فبالتالي لأيمتين بدنا نضلنا هيك مستخفين بصحة الناس بحياة الناس؟ الابتهاج بيكون بالورد بالفرح، بس من دون ما يكون في رصاص. يعني ممكن تكون لا سمح الله واحد ماشي على الطريق تقتله هيدي الرصاصة. فبالتالي يعني بكل محبة لكم انه بلاها هيدي قصة الرصاص والابتهاج بطريقة القواس، لأنه يمكن أنا كنت خسرت حياتي أو مرتي أو والدتي أو خيي. فأتمنى منكم أنه هيدا الشيء يكون بس إذا بدنا نفرح بالورد بالسعادة، مش بهيك شيء. والآن مشاهدينا، بعد أن شاهدنا الفيديو دعونا ننتقل لنرى بعض التعليقات تحديدا عبر انستغرام، ونبدأ بخالد والذي علق: هذه الظاهرة جدا منتشرة عندنا في أكثر الدول العربية وتعتبر من العادات السيئة للأمانة، يعني المفروض الناس توقفها تماما. أما التعليق التالي فقد كان لمها محمد والتي علقت: من العادات السيئة جدا جدا ضرب النار في الأفراح، وعنا في مصر بمنعوها، بس للأسف لسه في جهل واستهتار بحياة الناس. أما التعليق الأخير فقد كان لريا والتي علقت: أولاً الحمد لله على سلامتك وسلامة أهلك، ثانياً أتمنى العادة السخيفة هاي تختفي، أرواح الناس مو لعبة، ورمي الرصاص من متى كان تعبير عن الفرح؟ مشاهدينا، القوانين وجدت من أجل سلامتنا، وهذا ما يتناساه الكثير، فبعض الرجال لم يكونوا يدروا أن تناسيهم لهذه القوانين قد يكون سبباً في موت أحدهم. لذلك أرجوك لا تكن سبباً في استقرار عيار طائش في صدر أحدهم لتعبر عن فرحتك.